بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأحبابي في الله، يا رب تكونوا جميعا بأحسن حال، وأتمنى الصوت يكون واصل. لسه أنا مظهر ليش حد قدامي. يا الله، وعليكم السلام يا آية. آية محمد وآية صلاح، أهلا أستاذ محمد. حاضر حبايبي، هفسر لكم الرؤى. هنفسر رؤى جديدة. أنا باجي على الصفحة هنا بنفسر رؤى جديدة، لكن الجروب بنفسر الرؤى القديمة. حبيبي عايزة اتكلم في حاجة، حاجة بسيطة بس كده الاول. دلوقتي في ناس بتبعتلي على الخاص وعلى الواتساب وعلى رسائل الصفحة، الموضوع اتكرر كذا مرة، ان في ناس تبعتلي يقولولي فلانة مفسرة بتقلدك، المفسر فلان بيقلدك، مفيش حاجة يا جماعة في تفسير الرؤى والأحلام اسمها بيقلد. وحتى لو ده قد كان في حاجة حصلت وحسيتوا انها اتقلدت، ما ينفعش حد يجي لي يقول لي فلانة عملت كذا او قلدت طريقتك في التفسير. ما ينفعش بجد. احنا كلنا مسلمين، حتى لو اخوة مسيحيين، المفروض ان احنا ما نعملش الضغينة ما بيننا وما بين بعض. في ناس ممكن تقبل الموضوع ده وتاخده على اعصابها، ده فلانة بتقلدني بقى وتعمل شو نفسها وحوار اهبل كده. انا ما بحبش كده، ما بحبش حد يجي يقول لي ده فلان قلدك في حاجة، فلان مش عارف ايه، الكلام ده كله انا برفضه تماما تماما تماما. اي نعم، انا ماليش علاقات قوية او بمفسرين الرؤى والاحلام اللي موجودين، لكن ما ينفعش برضو ان انا ايه حد يحط لي حد في وشي ويقول لي دي فلانة دي عملت كذا، دي قالت كذا، دي مش عارف ايه، قلدتك في كذا. ما ينفعش. كل واحد وليه الملكة بتاعته، كل واحد وليه طريقته في التفسير. وحتى لو في حاجة تشابهت، هتلاقوا في تفسيرات الرؤى والاحلام اكيد كلنا بنختلف شوية، وممكن حاجات بسيطة كده اللي بيكون فيها تشابه. مساء الفل عليك يا سمية. معلش انا حبيت اتكلم في النقطة دي علشان مش انا اللي هنساق ورا حاجة زي كده واقول بقى انا ما ينفعش واحزبن ومش عارف ايه، او اطلع اعمل شغل نفسي ده فلانة قلدتني. ما ينفعش، انا ما احبش اشيل ضغينة من حد. فانتوا كده بتعملوا وقيعة. اي حد هيبعت يقول لي فلانة بتقلد فلانة بتعمل، انتوا كده انا بقول لكم انتوا بتوقعوا الدنيا ببعضها. حتى لو انا ماليش علاقة بالمفسرة دي او بالمفسر ده، فانا ما بقبلش الطريقة دي خالص خالص خالص. وبالعكس، انا لو اتكلمت مع اي حد من المفسرين، يعني انا لسه متعاملة من احد مع احد المفسرات، فعادي جدا جدا، يعني مفيش اي مشكلة خالص. حتى لو في مشكلة برضو انا بقطع اي كلام، ما حبش حد يوصل لي كلام، ما بحبش حد يوصل لي كلام لو سمحتوا بالله عليكم. لان احنا مجال تفسير الرؤى والاحلام، احنا مجال محترم جدا جدا حبايبي، ربنا يحميكم ويخليكم ليه يا رب. مجال محترم قوي قوي، المفروض ما يبقاش فيه قيل وقال والحوارات اللي بتحصل دي ما بين اي حد من المنافسين. احنا المفروض ان احنا الناس ربنا بيدينا ملكة بتدي، يعني بتجن على حسب نوايانا، فربنا مش بيديها لاي حد بجد، ربنا مش بيديها لاي حد. فعلشان كده ما ينفعش ان انت مثلا تيجي تقولي ده فلانة عملت كذا، ده مش عارف ايه، ده قالت كذا، ده فسرت نفس التفسير بتاعك.
ده حتى قالت كانت دايما مش عارف بتقول ايه ودلوقتي بقت تقول ايه. طبعا مش هوضح اي كلام عشان محدش يفهم الموضوع غلط وتيجي تقولي، فبيجي لي كلام غريب وتكرر الموضوع. اما انا بدأت استاء وانا ما بعرفش، يعني شوفوا انا ممكن اتكلم على البث كده عادي، لكن انا ما اعرفش ان انا اخدها كده واديها كلمتين في جنبها اللي بتقول لي الكلام ده. لا انت بتعملي وقيعه. انا قلت لهم شفت الرسائل ما ردتش. لما لقيت الموضوع اتكرر من اكتر من حد قلت لا لازم بقى ايه اعمل بث عشان اوقف اي حوار ان حد يجي لي يقول لي فلانه بتقلدك، انا مبسوطه مش عارف كذا ان انا وصلت لك. ماشي حبايبي، انا كمان ببقى فرحانه جدا جدا بزياده المتابعين، ربنا يسعدكم جميعا يا رب، لكن مش هفرح لما حد يجي يذم في حد وعلشان يوصل لي او كده. فانا لا ما بحبش الطريقه دي خالص خالص خالص. كل واحده وليها طريقتها وكل واحده محترمه في مجالها. المفسرين كلهم لا غبار عليهم، انا اقل من اي حد، وربنا يا رب يسعد الجميع وينور بصيره الجميع يا رب، اللهم امين. طيب نيجي نتكلم على موضوع الرؤيه العامه اللي اتحققت اللي هي موضوع فيروس كورونا. الرؤيه دي انا مش فاكره فسرتها لمين، حد معايا على الجروب، في حد سألني على اسم الجروب، الجروب بتاعي اسمه حكايات مليكة أيمن. أنا نفسي البنت اللي كنت فسرت لها الرؤية تنزل بوست بالرؤية كانت إيه. أنا جالي كذا رؤية بس الرؤية دي اللي اتفسرت على العلن هنا على الجروب في بث مباشر، وقلت فيه فيروس هينتشر وربنا يستر، لأن في كتير هيروحوا فيه. ربنا يستر يا رب، ربنا يستر. تسلمي يا غادة، تسلمي يا غادة، ميرسي يا هالة، تسلمي يا قمر حبيبتي، ربنا يساعدك يا رب. فعلشان كده جات لي انا ما حبيتش اتكلم فيه لما الناس بعتت كتير وقالوا ان الرؤية دي اتحققت وكده. انا ما بحبش اتكلم عن حاجة اتحققت وخصوصا انها تكون حاجة سيئة، وافوض امري الى الله. اه طبعا، ما هو لازم اقطع الحوار ده تماما علشان الناس حتى لو مش في مجالي. والله يا جماعه ما ينفعش، حتى لو انتوا حتى مع بعض كده تنقلوا حاجات من جيل دي، ما ينفعش ما ينفعش. يعني انا حبيت اقطع الحوار ده خالص عندي بالنسبه لجروبي، وعايزه الكل يا ريت الكل يعمل كده علشان نوقف الوقيعه اللي بتحصل ما بين الناس وبعضها. اي حد بيوصل كلام لحد، بصراحة أنا مثلا وصل لي كلام هقطع، لازم هقطع. أنا طبيعتي حتى في حياتي الخاصة الكل عارفني كده، ما ينفعش. حتى أقرب الناس ليا موجودين أكيد في هنا على الصفحة وعلى الجروب عارفين عني كده، في وسط أهلي، في كان بيتزعل مني يعني إن أنا ما بعرفش أنافق، فلأن إحنا ما بيننا وما بين الآخرة ما فيش خطوة، ما فيش. فدلوقتي لازم إن إحنا مثلا إيه، أي حد يتكلم معاك في حاجة أنت شفت بعينيك، لأ سمعت بودنك، لأ خلاص اقطع الكلام ده خالص. حتى لو انا حد بعيد عني في مجال التفسير وهي بعيد عني وانا بعيد عنها، وعمرنا ما اتكلمنا مع بعض، حد يجي يوصل لي كلمة، حد يجي يقول لي، بقطع الكلام ده تماما. لما الموضوع يبقى كتير بقى زاد عن حده، لا استوب بقى استوب بجد، هعمل بلوك، هعمل بلوك. ولو قابلت المفسرة او المفسر اللي انتوا بتذموا فيه ده هتلاقوني حبايب على فكرة، مع اني ما اتكلمتش معاهم، مع اني ما اتكلمتش معاهم، بس اكيد اكيد لو انا يعني اتمنى ان انا اتقابل مع كل المفسرين زمايلي، اتمنى ده جدا على فكره. دي حاجه تعمل لي اضافه وحاجه كويسه قوي قوي، اما احنا كلنا على الاقل حتى نكون وجهه حلوه. يعني اما يكون مثلا مفسرين عندنا الملكه الجميله دي وجهه حلوه لينا، حلوه جدا جدا. ده مجال حلو قوي قوي، ما ينفعش فيه الضغينه، ما ينفعش. المهم هتكلم على الرؤيه العامه. الرؤية العامة أنا ما بحبش، مش دي أول رؤية عامة تيجي وتتحقق. ودايما أقول لكم يا جماعة الرؤى العامة بتتحقق ما فيهاش استعاذة. أنا دايما بقول للناس استعيذوا، ده دي على الرؤية الخاصة اللي تخص الإنسان نفسه، لكن لو رؤية عامة لا نستعيذ، ما فيهاش استعاذة خالص لأنها بتقع لا محالة. طيب إيه فايدتها إنها بتجينا بقى؟ الله أعلى وأعلم، ربنا بيرسلها كبصيرة، الله أعلى وأعلم، كتحذير للناس إن احنا ناخد بالنا. احنا المفروض إن احنا أول ما الرؤية دي اتفسرت كنا المفروض بدأنا ناخد حاجات لينا ولأولادنا والشباب والشابات والكبار في السن، حاجات تقوي المناعة. إن شاء الله إن شاء الله هنزل لكم حاجة بأمر الله تعالى تقوي المناعة، لأن الموضوع زاد واجتاح العالم
واكيد اكيد 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 نزل حاجه في مصر، فربنا يسترها عليكم وعلينا جميعا يا رب. انا في رعب مش هضحك عليكم، كلنا اكيد مرعوبين اما يعني حاجه زي كده صعبه، ويا رب ما تكتبها علينا ولا على اي حد وينتهي الفيروس دوت من غير ضرر يا رب. جات لي رؤى بعدها كتير قوي قوي قوي، برضو رؤى عامه بتدل على الفيروس من اكتر من حد. سبحانك يا رب، الرؤى العامه بتتكرر من اكتر من حد، بتبقى اكيد مؤكده هتقع، هتقع لا محاله، فربنا يسترها يا رب عليكم وعلينا جميعا، اللهم امين. دول الموضوعين اللي كنت عايزه افتح بيهم البث بتاعي، موضوع نقطع الشك باليقين ان حد يوصل حد لحد حاجه، انت مش هتستفيد حاجه، لانك انت على قد ما بتوصل لي حاجه انت بتضرني، لاني انا مش هنام وهبقى زعلانه طب ليه ومش ليه والحوارات دي كلها، انت كده بتضرني مش بتحبني. وفي نفس الوقت بتعمل وقيعه ما بين اتنين من المسلمين او حتى لو مسيحيين او اي ديانه، انت هتروح فين من ربنا بعد كده ما تشيل الوزر ده؟ انت عملت وقيعة. ده الموضوع اللي كنت عايزة اتكلم فيه وافتح فيه بيه البث، لان جات لي رسائل كتيرة قوي قوي قوي، وانا يعني مش حابة الطريقة دي بصراحة. طيب نستعين بقى بالله ونفسر الرؤى. وعايزة اقول لكم على حاجة ان شاء الله، ان شاء الله عايزة اعملها. حد من الصحفيات الكبار الجمال قوي 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 هو اللي شار عليا الموضوع ده، الفكرة دي جميلة. الرابط اليوتيوب، لان في ناس كتير عايزه اليوتيوب اكتر من الصفحه واكتر من الجروب. رابط اليوتيوب هنزله ان شاء الله، هنبقى محتاجين عليه مشاركه وشير كتير، واللي هيعمل الشير كتير او المشاركه هيكون له هديه، وان شاء الله ان شاء الله يعني هي حاجه رمزيه كده من جروب مليكه ايمن. ان شاء الله هقول لكم عليها، هي حاجه بسيطه خالص رمزيه، بعد كده ما الموضوع يكبر معانا هتبقى حاجه عينيه ان شاء الله رب العالمين. ويا رب يا رب كده اكون عند حسن ظنكم جميعا يا رب. طيب يلا بقى نفسر الرؤى ونقول الله المستعان، واللهم انطق لساني بقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هفسر الرؤى اللي على البث، ومحدش يقول انا كتبت الاول وكتبت الاخر، انا اللي قدامي هقراه بطريقه عشوائيه. واختصروا الاحلام حبايبي بالله عليكم. انا مش عارفه اسمك ايه، الف واو ولا ايه، انا مش عارفه. بتقول انا كتبت حلمي على اليوتيوب، فسرتها لي واحده معرفهاش في قناتك يا ملوك. واحده فسرت لك عندي يعني؟ لا ده كتير، ده بيحصل. انا عملت حظر لناس كتير على فكره على القناه، لانهم كانوا بينزلوا ويفسروا فعلا للناس. انا ماليش دعوه بقى، مش ذنبي والله حبيبه قلبي، انا مش ذنبي، مش ذنبي الموضوع ده. مروه بتقول حلمت ببابا المتوفي رجع من سفر واحنا بنجري نرحب بيه، بس كان مرهق. ارهاق المتوفي مع يعني بيبقى محتاج لصدقة، تمام. طيب الجزء التاني بقى، ان هو جاي عليكم من سفر وبرده مرهق، هنا بيعود عليكم برده في الرؤية، فمعناها ان في عودة امر ليكم، يعني كان عسر شوية، حاجة عسرة او موضوع كان متوقف لفترة معينة، لكن هيرجع فيه حوار قيل وقال، بس ناخد بالنا علشان ما يسبب لناش مشكلة، نتعامل بكل هدوء الفترة اللي جاية في اي حوار يتفتح، والله اعلى واعلم. مي هلال بتقول ابنه خالتي حلمت ان انا بنقرا الفاتحه لامي. طيب ما حددتيش مامتك موجوده ولا ايه حبيبه قلبي؟ عموما قراءه الفاتحه للحي بتكون بدايه خير، لو هي مثلا عندها شويه تعب او حاجه زوال عنها اي ضرر بفضل الله، اما لا قدر الله لا قدر الله لو اي حاجه تانية بيكون وضعها في مكانه طيبه، والله اعلى واعلم. حلم العسل الاسود يا استاذ محمد. العسل من الرموز الطيبه قوي قوي في الرؤى، لما يكون اسود او ابيض طبعا كل حاجه ولها تاويلها، فهنا معناه ان شاء الله رب العالمين باذن الله باذن الله امر غير متوقع مقبل عليه، انت هتفتكروا حاجه كده، حاجه هتستقل بيها، بس هتلاقيها فيها خير حلو قوي والله اعلم. دونا حلمت اني مع امي بشتري روج، واشتريت خاتم لونه فضي. اولا بصي انا شايفه ان انت الرؤيه بتاعتك دول انا لحقتهم، بس هو كان فاضل كلمتين بس، هو الروج معناها روج والخاتم. ان شاء الله ان شاء الله في حوار هيتفتح ليك ان شاء الله، طيب جدا 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 جدا، والله اعلى واعلم.
بسمة قلبي بتقولي وحشاني قوي حبيبة قلبي، ربنا يسعد قلبك يا حبيبتي يا رب، ربنا يسعد قلبك، تسلميلي. حبيبة أحمد بتقول مرات أخويا بتحلم إن تعابين ملفوفة بتطلع من ودانها وبقها وكل حتة فيها، تعمل رقية شرعية يا حبيبتي، لازم ضروري تعمل رقية شرعية. اهو انتي بتقولي حلمت اني مع ماما بشتري روج، واشتريت خاتم لونه فضي وعندي منه في الحقيقة، وانا متزوجة وعندي بنت. اه انتي اشتريتي خاتم وعندك اساسا في الواقع، الخاتم بيأول بالولد، لو عندك فعلا في الواقع يبقى هيجيلك ولد شبه البنوتة بإذن الله، والله اعلى واعلم. والروج هنا خدي بالك ان انتي لازم يكون اسلوبك هتغيري، يعني انتي عامة هتغيري اسلوبك للافضل، والله اعلى واعلم. حبيبتي انتي الاجمل يا سالي، ربنا يسعد قلبك يا رب. ميرسي يا استاذ فاروق، تسلم تسلم ويسلم عمرك، تسلم، ميرسي لذوقك. نختصر الاحلام حبايبي بقى عشان الاحلام جايلي طويله، نختصر عشان اقدر اقراها. جودي بتقول كنت بصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وغفلت شفت واحده مش باين وشها لابسه فستان موف لخطوبه او سهره، وفي ايد بتربط لها رباط حزام الوسط من ورا، انا انسه. طيب اولا الرؤيه كده طالما انت مش شايفه هي مين، هو في فعلا حد هيكون مقبل على مناسبه وانت وراه مباشره، والله اعلى واعلم. أميرة متزوجة وأنتظر حمل، حلمت بأبي المتوفي أعطاني 100 جنيه. إيه إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيرزقك حبيبتي، بس عايزاكي تبطلي ملامة مع الله كتير. بطلي الملامة بمعنى إيه؟ يا رب اشمعنى أنا؟ طب يا رب اديني مرة واحدة بس. طب مش الكلام ده كله اقطعيه تماما وقولي الحمد لله وادعي دايما بالذرية وأبشري بأمر الله تعالى حبيبتي، ربنا يرضيكي يا رب، والله أعلى وأعلم. محمد عمرو حلمت بأخويا مطول شعره وعامله ديل حصان، وبقول له عامله فرد بروتين بكام؟ قال لي ب200 دينار، والحلاق باقي له 50، فبقول له مش تسدد فلوس أبوك. وبعدين لقيته قص الشعر الطويل، متزوجة وأخي مسافر الكويت. هو أخوك للأسف يعني في ضيقة كان بيمر بيها، مجرد أنه هو هيخرج صدقة إن شاء الله ربنا هيفرجها عليه بإذن الله، بس الدقة يعني أنا شايفة أنها هتطول شايفة عليه بالصدقات، وبأمر الله بأمر الله ربنا يزيل عنه أي ضرر، والله أعلى وأعلم. زينب أنس وعليكم السلام يا قمر. نوجة بتقول حلم المستشفى وتركيب المحلول العزباء، حلو قوي 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 قوي، حلو قوي، دخولك على راحة واستقرار وزيادة خير، عظيم جدا جدا بإذن الله يا نوجة، وبيبشرينا بأمر الله يا حبيبتي. فصبرا جميلا بتقول طيب لما أحلم باستفندي بس أنا شايفة طماطم، أنت بتتمني أمر مادي الفترة اللي جاية دي، لكن برضو ربنا هيعطيكي خير، لكن مش ماديات، مش ماديات، والله أعلم. سمسم أنسة 32 سنة مصابة بسحر، يوميا أحلم إني داخلة على سنة دراسية بالمدرسة أو الكلية. دخول المدرسة بيفرق عن الكلية، الكلية خلاص بتكون في لم شمل وحوارات كده جديدة بتكوني مقبلة عليها، لكن المدرسة بيكون لسه فيها شوية ترتيبات بتحصل في حياتك وبتاخد فترة من الوقت، والله أعلى وأعلم. بس أنا عايزاكي على طول بالرقية الشرعية بالقرآن، الله أعلم أنت مصابة بالسحر ولا لأ، بس الرؤية دي مش موضحة لي أي أسحار، هي كلها ترتيبات لسه فيها وقت، إن شاء الله هيعدي على خير. ادعي كتير، اكثري من الدعاء على قد ما تقدري، ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح. ميسة حلمت اني بمد ايدي من فوق الناس بس كان حجمها عادي، وبدي لجوزي، بتدي لجوزك ايه؟ المنام اتسحب مني يا ميسة، بعتيه تاني معلش، انا باخد من تحت واسحب لفوق. زهرة الريحان بتقول اختي متزوجة وحلمت ان هي وماما وخالي وخالتي متوفية طالعين الاسانسير في المستشفى بيزوروا الفنانة صباح. هتخرجوا صدقة للمتوفين، خرجوا صدقة للمتوفين، وماما ما تقلقش بس تاخد بالها من اشخاص منافقة، هيظهروا لها الفترة اللي جاية، والله أعلى وأعلم.
مروة كمال كامل بتقول: حلمت بأبي المتوفي لبسني خاتم ذهب من 3 دبل برأس يفتح ويشاور لي أن أحفظ به شيء، وكان أبي مشغول يعمل. باباكي طبعا الانشغال اللي هو فيها في حاله اللي هو عند الله سبحانه وتعالى، الأمر الغيبي اللي هو فيه، نحتسبه إن شاء الله في مكانة طيبة والله أعلم. الخاتم اللي من ثلاث دبل فيه بشارة مقبلة عليكي في خلال 3 شهور والله أعلى وأعلم. يا جماعة اللي بعت منام بالله عليكم ما يبعتش تاني عشان ندي فرصة لغيرنا. حمزة: حلمت ان امي الميتة بتقولي لازم تشتكي عمتك وهي ايضا متوفية، وانا رفضت وتركت البيت ورحت لصاحبتي احلام، لكن حسيت ان ماما زعلانة جدا فقلت لها حاضر هشتكيها، وقلت ابقى اراضي عمتي وافهمها لكن مش هزعل ماما. مامتك متوفية بتقول لازم تشتكي عمتك وهي ايضا عمتك متوفية. طيب انت لو حد مزعلك من صلة الارحام ما تاخديش الموضوع على اعصابك وتسكتي، ما تاخديش الموضوع على اعصابك وتسكتي، لا اتكلمي في وقت يا جماعة. ممكن اقول للناس اقفل تماما اي حوار ممكن يحصل، اقفل تماما اي حوار ممكن يحصل. في ناس اقول لها لا، يعني هنا الرؤية لا اتكلمي، حاجة مزعلك افتحي فيها، افتحي الحوار ما تسكتيش، ما تاخديش الموضوع على اعصابك وتسكتي. في ناس تانية اقول لهم لا، اجتنب القيل والقال الفتره اللي جايه، حتى لو انت هتتظلمي اقول لك اجتنب القيل والقال، لكن هنا الرؤيه لا، هقول لك اتكلمي ولو في عتاب بس يكون بطريقه لطيفه وبسيطه. برنسس ندى بتقول: معظم احلامي الفتره دي بتكون كانها يوم العيد. طيب طالما بتشوفي المنام بيتكرر معاكي بيوم العيد ففعلا انت مقبله على مناسبه يا قمر والله اعلى واعلم، ممكن تكون فعلا بمناسبه عيد. نعيمة بتقول: حلمت بضابط جيش جاي يكلم اخويا وانا ايه اشتريت لا استربت يعني استربت استغربت لان اخويا وحيد، اخويا متزوج ولم يرزق باطفال. ضابط جيش يكلم اخوكي، اولا ضابط الجيش معناه هنا وخصوصا لما بيكون يا جماعه مرتب مهندم شكله كويس بيبقى بشاره للرائي اللي مقبل عليه، فهي بتبقى بشاره له وانضباط في احواله بامر الله تعالى، ربنا يرزقه بالذريه الصالحه عاجلا غير اجلا بحق لا اله الا الله. سارة: حلمت اني بشتري كاجو ب6 جنيه وكنت مبسوطة. ماشي يا سارة، طالما اني كنت مبسوطة والكاجو دوت حاجات كده من المسليات ففي وقت هيعدي معاكي، هو برضو وقت لحد 6 من الوقت، في فرحة بسيطة كده هتهل عليكي يا سارة بأمر الله والله أعلى وأعلم. قلبي لزوجي بتقول تفسير سورة البقرة. سورة البقرة طبعا يعني صلى الله عليه وسلم قال من تركها حصر، فاحنا علينا دايما بيها، اللي يقدر عليها يا ريت يبقى زي ما بنقول كده مامته دعياله. فسورة البقرة من السور المحصنة اللي فيها رزق، اللي فيها تحصين، اللي فيها بركة في البيت، اللي فيها خير عظيم قوي 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 قوي. فلما تقرأيها في الرؤيا اعرفي ان ربنا محصنك من شر اي حد مؤذي والله اعلى واعلم. شوشو انا بتقول: حلمت بمرات عمي نشوى الله يرحمها بتقول لي ما تخافيش وما تقلقيش وصلي باحمد في الركنه الاولى بتلت القران. مشيتي ايه التعليقات بدات تسحب تاني، انا اسفه جدا جدا جدا، هحاول اخد من تحت تاني علشان حرام ان انا اقرا التعليق ويسحب مني كده. رانيا: تفسير سيدنا إبراهيم في الرؤى ليه دلالات كتير قوي 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 على حسب حال الرأي. لو شوفي أهلك عاملين معاكي إيه، مثلا لو أهلك في حد منهم باباكي مامتك يعني معاملته معاكي صعبة شوية، فاصبري اصبري 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 لأن الخير جاي لك جاي لك جاي لك. طيب لو كانت الدنيا مظبوطة قوي حواليكي من ناحية الأهل أو صلة الأرحام، نشوف الأصدقاء وناخد بالنا من أي مكر حوالينا إن ممكن حد يمكر بينا والله أعلى وأعلم.
أمي إيه غياب ولا مش عارفة. بتقول حلمت زوجي يخرج أكل من الفريزر ووضعه على الطاولة، ده كان أمر عسر وهيتيسر ليكوا الفترة المقبلة والله أعلى وأعلم. وبشر الصابرين بتقول آنسة اتكرر مرتين إن شابين بيجروا ورايا جامد جدا عاوزين حاجة مني، بس بالنهاية هربت منهم. طيب أولا لو كانوا الأشخاص دي حبيبة قلبي كانوا مجهولين ليكي، هناخد بالنا ونحاذر ونشوف المنطقة اللي أنا كنت ماشية فيها عاملة إزاي، لأن لما يكون حد بيجري ورا بنت في الرؤية أو سيدة متزوجة تاخد بالها من أشخاص حواليها، من مقر حواليها. لو ظهر نفس الشخص ده في الواقع، يعني حد احنا عارفينه ظهر لنا في الرؤية احنا بنهرب منه، يبقى هو الشخص بعينه، لكن هنا أشخاص مجهولة، فتاخدي بالك من الأشخاص اللي حواليكي، وهي دي برضو هتعتبر كانت مشكلة وهتعدي على خير والله أعلى وأعلم. رنا بتقول حلمت بوالدي الله يرحمه بيلبسني حلق، أخبار طيبة جدا جدا هتسمعيها بأمر الله تعالى الفترة المقبلة يا قمر والله أعلى وأعلم. أم زياد بتقول زوجي حلم بوقوع ضرس من أسنان، وقع فين؟ لازم تعرفيني وقع فين. ميسة الله يسعدك حبيبتي قلبي بحبك في اللي ما شاء الله من قصدك مفسرات وقمة في الأخلاق، ربنا يزيد، ربنا يسعد قلبك بحق لا إله إلا الله ويراضيكي ويعطيكي اللي يرضيكي يا رب، اللهم آمين. تسلمي تسلمي يا رب. إيمان بتقول حلمت إني بعمل صابون سائل لونه أبيض. أولا يا أستاذة ما شاء الله عليكي، هقول لك أنت حد جميل جدا جدا، بتحاولي أنت تيسري أمورك على قد ما تقدري، حد نقي قوي قوي قوي، إن دلت الرؤية بتدل على نواياك الطيبة الداخلية جواكي، وإن شاء الله مفيش أي حاجة هتتعثر قدامك الفترة اللي جاية والله أعلى وأعلم. العدوى أنا مش عارفة اسمك إيه، أنت عاملة ألف واو ألف واو، بتقول رأيت ومش عارفة أنا قريت كده صح ولا لأ، رجلي من تحت بيقشروا وصارت بشرتهم حلوة وكنت بشوف مع النجوم وأدعي. أولا دوت يا أستاذة ما شاء الله ما شاء الله، زوال ضرر كان فيكي، زوال ضرر مش سهل، زوال ضرر مش سهل كان فيكي، في فرحة انت مقبلة عليها بأمر الله تعالى وتبشرينا بإذن الله والله أعلى وأعلم. انتوا أساميكوا غريبة بشكل أشيك الروح الأمين. طيب بتقول ازيك يا ملوكة، ربنا يسعد قلبك يا رب ويسعد قلبك يا حبيبتي يا رب. تفسير شخص مجهول بيدعي لحد بأن ربنا يرضيه ويرضي عنه، تفسير صلاة الظهر والعصر هو جالس على الأرض، تفسير المتوفي بيحضن شخص حي، تفسير المتوفي بيحضن شخص حي بيكون وصل له منه دعوة طيبة والمتوفي استفاد بيها. تفسير صلاة الظهر والعصر وحد جالس على الأرض، يعني هو قاعد بيصلي على الأرض، بيبقى بداية موضوع وهيكتمل على خير وفي لم شمل. طيب تفسير شخص مجهول بيدعي لحد بأن ربنا يرضيه، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، عمل طيب هو عمله فعلا ربنا هيرزقه بخير، أي حاجة عملها طيبة في حياته والله أعلى وأعلم. ده كده أنا بقولها لك بصفة عامة. رانيا تفسير اني في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، في جيش الرسول وبيدافع عني، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصي يا حبيبتي، هي الرؤيه طبعا شوفي على قد، شوفي قد ايه كام كلمه، تفسير جيش انك انت في جيش الرسول وبيدافع عنك، اربع كلمات رؤيتك، لكن انت عارفه لها معنى كبير قد كده، لها معنى كبير قوي 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 يا رانيا، لا حاجات كتير هتحصل في حياتك وما تتضايقيش لانها فيها خير عظيم برضو. انا ما ربنا بيبشرنا بحاجه فيها عسر، بس برضو بيدينا رمز فيه يسر واكتر مما تتمني، في ظلم في واضح. طيب في ايه كمان، في اشخاص هيكونوا مش على حق حواليكي للاسف، هيكون في طبعا، هما الكلمتين دول اشخاص مش على حق وظلم، هما كلمتين يعني اللي يخش في معانيهم هيلاقوهم تقال قوي قوي، مش مثلا كلمه ظلم ايه ظلم، طيب وايه كمان، لا كلمه تقيله. انا عارفه انا بحب دايما ابشر الناس في الرؤى، ما بحبش كده، بس انا بقول لك الجزئيه دي علشان تصبري، لان ربنا هيرضيكي رضا انت نفسك هتعتبريها معجزه من المعجزات هتحصل في حياتك.
افتكروا كنت دايما اقول في بعض حلقاتي، اقول الظلم الله يا ما احلاه اللي بيتظلم، ياه لانك انتي ربنا بيرضيكي حاجة عمرك ما هتتوقعيها، نصرة كبيرة بشكل غير طبيعي غير طبيعي والله يا جماعة. نصرة ربنا حتى مهما دعيتي لنفسك مش هتدعي لنفسك بالنصرة اللي ربنا هيعطيها لك، برضه استحالة هتدعي لنفسك بالنصرة اللي ربنا هيتمناها لك او يرضيكي بيها بمعنى صح. فانتي رؤيتك على قد ما هي صغننة، 4 كلمات، 4 كلمات بس لها معاني كبيرة قوي قد كده، ده مستقبلا، الرؤية دي مستقبلية والله أعلى وأعلم. فإن شاء الله يا رانيا، إن شاء الله يا حبيبتي، رضا ربنا ومكافئته ليكي هتكون عظيمة. بس عرفي أي حاجة أنت بتمري بيها أو هتمري بيها الفترة اللي جاية قولي الحمد لله، أكيد دي اللي ربنا هيجازينا عليها خير، أكيد دي اللي ربنا هيعطينا عليها الخير العظيم أوي 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 ده، ومش هتبقى حاجة، مش هتبقى حاجة جنب الخير اللي ربنا هيديهولك. نشوف تفسيرات منام تاني. بحبك قد دون حبك، الله الذي أحببتني فيه يا جميلة زهرة الوادي، تسلم يا قمر. منى بتقول أنا اتحذرت ليه؟ ليه يا منى؟ حبيبتي معلش أكيد كتبت كتير. شيماء بتقول حلمت بشنطة جديدة منقوشة بورد وردي وفرحت وقلت هروح بيها الترم الجديد بالكليه ولايقه على الطقم. انت ما قلتيش انت فعلا طالبه ولا ايه؟ عموما الشنطه الوردي لو انت طالبه فدي معناها سنه مقبله او ترم السنه بتاع السنه دي، يعني السنه دي هتبقى حلوه قوي 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 ان شاء الله. نور أحمد بتقول تفسير أكل البسبوسة والكنافة وشرب عصير القصب ب5 جنيه وربع منفصلة ومعايا بنوتة. تفسير أكل البسبوسة والكنافة، طبعا الحلويات يا جماعة بتبقى حلوة جدا جدا في الرقعة، بتكون فرحة انت مقبلة عليها. عصير القصب ب5 جنيه وربع. انت عارفة الربع ده نقذك. نقذك من أمر عسير، تخيلي سبحانك يا رب. هو ده اللي احنا بنقوله بقى يا جماعة، مفيش حاجة اسمها تقليد في التفسير مهما قلتم مهما قلتوا، لان التفسير كل حاجة لها رمزها، كل واحد ليه ملكته اللي بيقدر يفسر بيها. فهنا الرؤية بتاعتك يا جميلة ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين في فرحة مقبلة عليها وقريب قوي قوي قوي، وبكرة هفكرك بالنقطة دي ان شاء الله، او انت تفكرينا باذن الله ان الرؤية اتحققت، لان ده كان عسر وبعده يسر وفي وقت بسيط جدا جدا جدا. رانيا بتقولي انا في عسر كتير. انتي اللي حلمتي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا مش انتي؟ انتي. بصي هنقول الحمد لله، في حد بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش ويدافع عنه؟ بتهزري بجد، احمدي ربنا وان شاء الله اللي جاي لك خير 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 باذن الله. نسمة بتقول كوبايتين من ميه زمزم ومتزوجه، كوبايتين من ميه زمزم متزوجه. انا مش عارفه معاكي اطفال ايه، لان دوت رزق بذريه، ده على حسب حال الراي، على حسب حال الراي. 2 مباركين من الابناء ان شاء الله رب العالمين. طب لو انت بقى سيده كبيره وتحلمي بحاجه زي كده، فيبقى ان شاء الله ليك عمره باذن الله رب العالمين، او وليك خبر تاني حلو قوي، يعني هم خبرين مقبلين عليك طيبين احسن من بعض والله اعلى واعلم. منى بتقول تلت علب تونه ب10 جنيه في المنام، انا متزوجه وعندي بنت وولد. العلب التونه ده رزقه بيكون محفوظ، رزقه بيكون محفوظ، خرجي صدقات على قد ما تقدري، في برضو ذرية ليك ان شاء الله والله اعلى واعلم. دينا بتقول يا رب تشوفي حلمي. انا ما شفتش حلمك. برنسز ندى رقم 15 في المنام، لم شمل، لم شمل يا برنسز ندى. نوال رجاء فسري لي هذه الرؤية لأمي، متابعتك من سنوات ولم أحظى بالتفسير ولو مرة يا أروع مفسرة. فين منامك يا نوال؟ أديك علقت التعليق. فين منامك؟ وإيمان بتقولي يلا يا ملوكة بقى، أنا بقى. فين منامك؟
طيب يا رب رضاك. بتقول حلمت ان حماية المتوفي عريان. اوه، خرجوا له صدقة، خرجوا له صدقة. مش هتكلم في ايه غير ان انا هقولك خرجوا له صدقة عشان حرمة الميت بس. إيه، وخدي بالك انت، استمر على يعني زيدي شوية في العبادة. إيه، أسيل بتقول حلمت إني بشرب من زجاجة مية على وشها زجاج، ورجعت الزجاج ومش شايفة دم. رجعتي الزجاج؟ رجعتيه؟ بشرب من زجاجة مياه على وشها زجاج. على وشها إزاز، ورجعت الزجاج ومش شايفة دم. طيب ده حوار هناخد بالنا من اي قيل او قال الفتره المقبله، ان احنا ما نتكلمش على حد حتى واحنا قاعدين. هو في رزق وخير وكل حاجه، لكن ما تخليش حد يسمعك اي نميمه على حد. بس زهرة الوادي بتقول حلمت اني برفع مرتبة السرير، لقيت حلقين فضة صغير وحلق ذهب طويل، ولقيت واقع تحت السرير 400 جنيه متزوجة. دي اخبار طيبة هتسمعيها ان شاء الله رب العالمين، وفي لم شمل في امر معين هيحصل عندك، وفي بإذن الله ذرية مباركة، والله اعلى واعلم. الباقيات الصالحات، حلمت بوالدي المتوفي اني بقول له انت ما روحتش للدكتور من زمان، احنا نروح للدكتور عشان يغير لك العلاج. هز دماغه بالموافقة. راحة راحة لباباكي، باباكي في راحة الفترة دي، والله اعلى واعلم. انا والعسل اسمك كده. اختي حلمت ان النعش ليه خشبة اللي بيشيلوا عليها الميت بتجري وراها جدا، وبعدين راح بيت استخبت فيه، وبعدين الخشبة مشيت وسابتها. هنا النعش جاي من انتعاشة الحياة، هي للأسف يعني ايه حظها في الدنيا شوية مش قوي، فخليها تكسر من الدعاء وتخرج صدقة ان ربنا يغير حالها من حال لحال افضل، والله اعلى واعلم. قرة عيني بتقول حلمت بزوجي قاعد على مكتب وقدامه ورق، وزي ما يكون عقد، وفي حد بيقول لزوجي 20,000 عندنا بنتين وشابين غير مرتبطين. زوجك قاعد على مكتب وفي ورق وحد بيقول له عقد، ما يكون عقد، وفي حد بيقول لزوجي 20,000. 20,000 معناها هنا في الرؤية نصرة، وفي العقد فعلا في نصرة في أمر ما أنتم مقبلين عليه بإذن الله الفترة المقبلة، وفي حد هيكلم زوجك في موضوع فعلا، وإن شاء الله هيكون في خير، بس برضو هنستخير ربنا. ريم بتقول حلمت إني لقيت 120 جنيه، أخدتهم وكانوا 50 و50 و20 جنيه عزبة. رقم 120 من الأرقام المستحبة في الرؤى، رقم 120 من الأرقام المستحبة في الرؤى اللي بيدل على النصر ليكي وإتمام أمر كان متعسر في حياتك ان شاء الله رب العالمين، ربنا يرضيكي يا رب. سوسن بتقولي اللهم ارزقني تفسير رؤيتي يا رب يا ملوكتنا. يا رب الاقي لك الرؤيه بتاعتك قدامي، والله افسرها لك. حاضر. اسماء بتقولي انا تعبت، ما انا مش عارفه انا اللي بلاقيه قدامي والله يا اسماء. انا في حد قال، كان كاتب هنا ايه، ابنها تاه منها، انا مش لاقيه التعليق عشان الناس اللي بتخاف على اولادها. ضاع مني المنام ده. وفاء بتقول ماما حلمت اني انا وهي بنعتمر، انا انسه، قبول دعوه ان شاء الله، والله اعلى واعلم. وفي فرحه ليكي باذن الله يا وفاء. ميمي ابراهيم بتقول حلمت اني ابني المنفصل واقف معايا، وامامنا رجل بيبيع كابات رجاله، اشتريت له كاب جديد ومرسوم عليه اطفال ولعب بيش، ودفعت ثمنه 6 جنيه، وقاسه كان مظبوط. ابنك المنفصل واخدتي لابن الكاب ومرسوم عليه اطفال، دي زوجه، زوجه وهيخلف منها ان شاء الله، زوجه وهينجب منها، والوقت السنه دي باذن الله، والله اعلى واعلم. انا مش لاقيه، مش عارفه انا بقى هقرا الرؤى اللي قدامي خلاص. روسيليف روسيلوف مولي.
طيب عمي المتوفي قال لي تعالي سلمي عليا، وقعدت جنبه قبلني من فمي. طيب هتشوفي على حسب عمك المتوفي حاله ايه، يعني حاله كان في الدنيا حد كويس ولا لا. على حسب حالة عمك المتوفي رحمة الله عليه هقولك في حد بيتمنى منك أمر، إذا كان خير أو شر، فأنتي اللي هتفسري بقى الرؤية كده لنفسك. أنا اديتك المفتاح أهو، والله أعلى وأعلم. أبي قرة عيني، بحبك أوي، أحبك الله الذي أحببتني فيه يا عمر، تسلمي لي ويسلم عمرك يا رب. صبرة موسى بتقول رؤية رقبة ميت مجروحة بها دم، يا ساتر. هو بيكون عليه أمانة للأسف وهدر مال حد. هتقولي بقى يمكن يكون الميت دوت كان قدامنا حد كويس وكده، فاحنا هناخد بالنا علشان لو انت قدرتي تصدقي عنه حاجة زي كده، او تعرفي الاقربون له يشوفوا هو كان عليه أمانة لمين، لان دي فيها أمانة ولازم تتنفذ. عشان كده انا قلت ايه اللي كان عليه في رؤية قبل كده. واحدة قالت كان متوفي عريان، ما رضيتش اخوض في الجزئية دي، قلت لها خرجي صدقة لحرمة الميت، ما اقدرش اتكلم. لكن هنا لا، لازم اتكلم علشان ربنا بعتهولك في رؤية بالشكل ده، رحمة بيه، رحمة بيه، لازم يتسدد الشيء اللي كان أمانة عنده، والله أعلم. الشيماء بتقولي والنبي فسري لي حلمي، انا مصابه بسحر وعايزه اشوف الحلم اي علاقه. لا اله الا الله. حبايبي اكتبوا المنام على طول. هو ده منامك ولا ايه؟ مش عارفه. انتي قال شيماء وهنا اسم شيماء. شيماء تامر، مرات اخويا حلمت ليا انها في بيتي وبتعمل مغات، وحماتي موجوده وكانت بتعمل 3 صواني فته عليها لحم متزوجه، وفي مفيش اطفال، في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في خلال 3 شهور بشاره باطفال باذن الله تعالى، والله اعلى واعلم. وتبشرينا لو سمحتي يا شيماء. لولا سالم بتقول اختي حلمت ان بنتها بتقول ولاء بتحب النمل، ولاء دي انا، ولاء بتحب النمل. لا بصي، ما هو لو ولاء بتحب النمل في نميمه، يبقى انت بتحبي النميمه. لو هتقولي لي لا يبقى ده منام من طفله، ما ناخدش بيه. انا يا جماعه الناس بتقول لي انا قلقانه قلقانه، طب انا هعمل ايه؟ اميره يوسف، الترعه الترعه حملنا بيها، حلمنا بيها ياما انا وزوجي، انا حلمت كانت مطر نازل على ميه راكده او بحيره غامقه. طبعا بتكون هموم للاسف، ما بحبش الترعه في المنام، بتكون شويه هموم وهي كمان ميه راكده كمان، فتستعيذوا من منام زي ده علشان ما تبقوش اما تشوفوا المنام ده بيتكرر، لا استعيذوا. كوكي، دائما بحلم بالسعودية وزير المالية السعودي ومعاه 3 معاوني، ده بيكون خير ورزق انت مقبلة عليه ان شاء الله رب العالمين، وبيكون في يسر في حياتك، والله اعلى واعلم. انا والعسل. دكتورة سيرين، انا بحبك قوي وشكرا وكتر الف خيرك، تسلمي يا حبيبة قلبي، تسلمي ويسلم عمرك. منال، حلمت اني بقرا وعجلت اليك ربي لترضى. الله الله، اكثري من الدعاء يا منال، اكثري من الدعاء يا منال، وان شاء الله ربنا هيعطيك اللي بتتمنيه باذن الله. صبر جميل تقول حلمي حلمي مشنوق فوق. طب اكتبيه تاني، اكتبيه تاني. منار بتقول ماما دائما تحلم ان بابا الله يرحمه كان مسافر وراجع من السفر، انا انسه. هو ده منام نفسي، يعني هو ده منام نفسي مش اكتر. عمك كان كويس وبيخدم الناس، يبقى انت كده دي الرؤية اللي هي كانت فيها عمك المتوفي بيقبلك من فمك. طالما كده فدي بشارة مقبلة عليكي فعلا، ان انت هتسمعي كلام طيب جدا جدا واتمام امر انت بتتمنيه، والله اعلى واعلم. ريم،
بتقول انا متزوجة وحلمت ان باكل محشي وكان شكله مش مستوي، طعمه كان مستوي وكان في حتة لحمة واخدت اللحمة وكلتها. رزقه طيب وقاعدة كده هتبقى حلوة قوي قوي قوي، لطيفة، هتستفيدي جدا جدا جدا، والله اعلى واعلم. ايميلا بتقول حلمت طليقي يمسك ايدي عشان نعبر الطريق، هيحاول يرجع لك تاني، والله اعلى واعلم. مريم متعبت ماليش حظ. لا يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا يعطيك الحظ الطيب يا رب. دي دانيال بتقول دكتورة ممكن تدعي لي، انا في مشاكل ما اعرف ما اتوفق في شيء. طيب هبقى انزل لكم ادعية، هنزل لكم ادعية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. حاجات كده مجربة وحاجات لطيفة جدا جدا، ممكن نبقى ننزلها على قناة اليوتيوب بإذن الله. ربنا يا رب ييسر أموركم جميعا يا رب، اللهم آمين. رانا بتقول أكل الرمان في المنام للبنت، ده حظ طيب، انت مقبلة عليه الفترة اللي جاية ان شاء الله. كل ما كنت تذوقتي منه وطعمه كان كويس معاكي، اعرفي ده خير ورزق مقبل عليكي وحظ طيب، انت مقبلة عليه يا قمر، والله اعلى واعلم. نستكفي بقى بهذا القدر. عايزة اقول لكم اكثروا دائما من دعاء تقولوا اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. عايزاكم تدعوا دايما الدعاء ده، الدعاء ده الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيه ستنا فاطمة. عايزاكم ده، انا هختم كده خلاص بالدعاء. وان شاء الله، علشان بس برضو عندنا احلام كتير لسه على الجروب عايزه تتفسر، وفي عندي حاجات برضو على الواتساب لسه هبدا افسرها، انا كنت مسافره اليومين اللي فاتوا فالدنيا معايا كانت زحمه شويه. هختم تاني بالدعاء، هختم تاني بالدعاء. الناس بتقولي لا لا، طب اعمل ايه اعمل ايه، عندي شويه احلام كتير قد كده، معلش انا عارفه يعني. ايوه يا سالي، الله يكبر بخاطرك، قولي ورايا اللهم يا اول الاولين. هتدعوا الدعاء ده يا جماعه زي ما قلت لكم بالترتيب كده بالظبط. نور بتقولي في بوست السبت اللي جاي، ان شاء الله بس هخلص الاحلام دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وزي ما قلت لكم في اول البث باذن الله باذن الله هنعمل، محدش يزعل يا حبايبي، هنعمل ان شاء الله على قناة اليوتيوب حاجة كويسة بإذن الله، وهيكون فيها تفاعل، هيبقى فيه هدية حلوة، هدية عينية كده ومين استخارة، ولازم تردي بكرة. ايمان ابعتيها لأي ادمن، ابعتيها لأي ادمن يا ايمان. عايزاني اكتب لكم الدعاء؟ حاضر حاضر حاضر، هكتب الدعاء حاضر وهقوله برضه هوت في البث. يلا بقى بالله عليكم، علشان ايه ما تتحملوش عليا، علشان ان شاء الله بس ورايا شويه قد كده لازم افسر لهم. حاضر، انا مش عارفه احنا بقالنا قد ايه في البث، احنا بقالنا قد ايه بالامانه. بالامانه ايه، قولوا لي بقالنا قد ايه في البث. الدعاء ده هنقوله مره واحده، عايزه تقوليه باستمرار، يا ريت يا ريت تقوليه على طول. انا بنزل بوست يا جماعه، بخلي الادمن ينزلوا بوست ويقول لكم احنا هنفتح امتى. حاضر، هبقى اقول لكم قبلها. ويفرح قلبك يا ساندي حبيبتي يا رب، ويجازيكي كل خير يا قرة عيني. احنا بقالنا قد ايه؟ قولوا الصراحة بس. طب قولوا لي بقالنا قد ايه في البث؟ لو بقالنا ساعة، لا ما تزعليش يا ميرو. سؤال صغنن، البلح الاسود المتقشر للعزباء. طبعا هو تمر يا استاذه، ده نوع من انواع التمر البلح الاسود، فان شاء الله رزق مبارك وخير وحياه طيبه مقبله عليها. كاظم الساهر، انت بتجر رجليا تاني للتفسير، شفتوا؟ كاظم الساهر، طبعا اي مطرب يا جماعه على حسب ما انت بتحبيه او لا، على حسب شهرته ولا لا. فهنا كاظم الساهر جايه من سماع الاخبار الطيبه،
ايه بتقولي بقالي 50 دقيقة. طيب احنا خدنا على ساعة اهو، اهو ساعة ل10 دقايق. حاضر افسر لكم كمان حلمين. حاضر، القطط السوداء في الحلم حلوة ولا وحشة؟ لا مش حلوة طبعا، هتعملي رقية شرعية. كلكم بتقولي 50 دقيقة، لا كده انتوا صادقين جميعا. حاضر نقعد كمان 10 دقايق. رقم 35، كفى بالله وكيلا. ده من الأرقام اللي بتحدد بعض الوقت، بس على حسب سياق الرؤية اللي قدامي بتكون ايه. كتبت الحلم مرتين يا أحلام. طب أنا هعمل ايه؟ تشوفي التعليقات هتبقى بعد ما أقفل البث، شوفيها كام تعليق. شوشو زعلان عشان قريت حلمك. ما هو أكيد في أحلام اتسحبت مني ملحقتهاش. والله يا شوشو مش بمزاجي. شيماء، اذهب الى الكعبة اعمل عمرة ومعايا شخص اسمه فوزي، وبدعي في الحلم لشخص بحبه وبتمنى اتجوزه مطلقة. هنا هيبقى اسم فوزي، هنا رمز، عندك الكعبة كمان ده تاني رمز. الدعاء فهو معنى الفوز، الفوز جاية من الفوز، فان شاء الله ان شاء الله قبول دعوة يا شيماء. ربنا يعطيك اللي بتتمنيه ويكون خير ليكي يا رب، والله اعلى واعلم. ربنا يخليكي يا رانيا، تسلمي. فسري لي فين يا نانا، زعلتي ليه يا ميرو؟ لا حظ في اليوتيوب ولا الصفحة ولا في الكروب. تقشر، لا 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 لا، انا مفسره لك منامك. تقشر الاقدام وظهوره بايه بالشر وظهور البشرة حلوة. لا انت بعد ما اقفل البث ارجعي اسمعي تفسير منامك. انا مفسره لك منامك يا الف واو. مش عارفة اقول اسمك ايه. مين تاني؟ الصبار يا لولا، الصبار في المنام. الصبار بيبقى بيدل على الوقت العسر شوية وبعده يسر، وقت عسر وبعده يسر. همسة بتقول وقعت في الطين وبنتين قوموها، ربنا هيكبر بخاطرك من بعد مشكلة كده او زعلة تافهة. هقولك مش هقولك غير انها زعلة تافهة، فربنا هيكبر بخاطرك جدا 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 ان شاء الله. شروق بتقول حلمت اني بسوق عربية كارو. دي بتكون شوية مشقة كده في الحياة، بس هتقدري تعديها، يعني هتعديها ان شاء الله. ربنا يخليكي يا ليلى، انت اللي ام الاخلاق كلها. الميت يطلب يستحمى، طالب صدقة يا جماعة، ومش عايز حد يتكلم عليه بالسيئة ابدا. مروه جوزها حلم انه بيكسر لوز وياكله. اللوز دايما جاي من الارزاق الطيبه، رزق مادي، والله اعلم. صفاء، ياسمين عبد العزيز في الحلم هي ورجاء الجداوي. هو طبعا انا بحب رجاء الجداوي في الرؤى، بتكون جايه من التمنيه والامنيه اللي انت بتتمنيها فعلا وبتنوليها. ياسمين مش شايفه لها تاويل معايا. حلمك يا دعاء بغتسل بماء المطر. اغتسال بماء المطر معناه رزق وزوال الهم، ولو فيك اي تعب فيك اي ضرر بيزول تماما، والله اعلى واعلم. هالة، نزيف الدم المتجلط من الانف، بقرا سوره البقره يوميا وقضاء الحاجه امام امي واحده اعرفها. هتزيدي وهتستعيذي من المنام ده الاول، تستعيذي من المنام وتزيدي في القران اللي بتقراي يا حبيبتي، والله اعلى واعلم. الميت لما ياكل معاكوا يا ليلى حلو، حلو ليكوا جميعا، كون طول عمر كمان. الميت لما ياكل مع الحي حلو جدا، ما تقلقوش من منام زي ده. حلمت اني شايله بطفله صغيره وكانت حلوه قوي. دي حياتك المقبله يا مروه بامر الله، كل ما كانت الطفله جميله كل ما كان حظك الطيب جميل مقبل عليكي، والله اعلى واعلم. يلا هقول لكم بقى سلام عشان الناس اللي بتصفر لي على الواتساب. لا ما انا مهما رضيت يا جماعه مش هينفع، الناس زعلانه وانا نفسي اراضي الجميع وللاسف ما فيش. هقول لكم الدعاء تاني وهقفل البث على طول. هتقولوا اللهم يا اول الاولين، اللهم يا اول الاولين، ويا اخر الاخرين، ويا ذا القوه المتين، ويا راحم المساكين، ويا ارحم الراحمين. بأمر الله، بأمر الله يكون عندنا يقين في الله، مشكلتكم هتتحل تماما، والله أعلى وأعلم.
يلا اقول لكم تصبحوا على خير، وما تنسوش صلاة قيام الليل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نرجع تاني نفسر لكم رؤى كتير، وانا هنزل لكم بوستات ان شاء الله، هنكون التفسير بتاعنا هيكون هنا ولا على الجروب ولا على القناة. يلا استودعكم الله.